السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب جميعا تكونوا بخير. النهارده هنحضر حلا بالت طعمه كده في منتهى الجمال. هي كوبايات عباره عن 3 طبقات، كل طبقه طعم مختلف. هنحضره مع بعض بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. بس عاوزه اول مره يشوف قناتي ياريت تشتركوا في القناه ويفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا شعارات وصفات الجديده اول باول، وياريت تعملوا لايك للفيديو. تعالوا نقدم النهاردة مع بعض حلا بارد طعمه حلو قوي. زي ما انا قلت لكم، مكونات كلها عندكم في المطبخ، اقتصادي جدا. هنعمله كمان النهاردة بالبسكوت الاوريو، طبعا حلو قوي كحاجة كده حلوة سريعة، طعمه في منتهى الجمال. وزي ما انا قلت لكم، كل طبقة بطعم مختلف، طعمها روعة بجد. يلا بينا على المقادير ونشوف هنحضر الحلا بارد ده ازاي. انا قدمتها هنا في الكوبايات اللي هي بالغطيان ديت بالنسبة للاطفال، وطبعا بيفرحوا بيها جدا لما بتبقى فيه حاجة زي كده. تعال اقول لكم حضرناها ازاي. هحتاج هنا بسكوت اوريو، العبوة ديت بتبقى فيها حوالي 11 قطعة او 10 قطع تقريبا. هسيب هنا قطعتين وهستخدم بقية البسكوت. البسكوت هاخده في المطحنة بتاعت الخلاط، عادية جدا، مش شرط يكون كبة. انا حتى هو مورياكم ديت، والله ديت كبة الخلاط. بعد كده بجيبه بيبقى ناعم بالمنظر دوت شوية، بس طبعا مش ناعم قوي. يعني بحطيك كمان عليها 2 معلقة من الزبدة، وهضيف كمان 2 معلقة من الحليب. قلبهم كده، انا عاوزاه اوصل للقوام اللي هو الرملي، وبرضو مش اللي هو بيبقى ناعم قوي، عشان طبعا يدينا طعم حلو. انا هنا عملت كمية صغيرة، طبعا ده بيرجع لحضرتك لو عاوزة تزودي طبعا بتزودي. انا مستخدمة الكوبايات، كوبايات ديت بتجاب اللي بيبيع الحاجات المستلزمات بتاعت الحلويات، برضو بتلاقيها بتتباع عنده رخيصة جدا. اول حاجة حطيت طبقة الاوريو، بعد كده هحطها في التلاجة لحد ما تمسك شوية، لحد ما نشوف الخطوة اللي بعد كده. الخطوة اللي بعد كده هكون معايا عبوة الكريم كراميل زي ما انتوا شفتوا، حطيتها على 2 كوباية من اللبن. هضيف كمان سكر، حوالي 3 معالق كبار من السكر. هو اصلا كاتبلك على العبوة، يعني انتي بتضيفي 2 كوباية بس من الحليب، وانا شايفة الكمية دي مناسبة جدا لان انا هعمل كمية صغيرة. باخدها على النار، اول ما بتبتدي تتقل معايا، كمان انا زودت قبل ما بقلب الخليط، زودت كمان 2 معالق من النشا، عاوزة قوامها يبقى متماسك شوية معايا. ببتدي اقلب كده لحد ما بوصل للقوام ده. بعد كده بجيب تاني الكوبايات وببتدي افضي فيها الخليط. بعد كده هعمل الطبقة الثالثة. عندي هنا 2 معالق كبيرة من الكاكاو المحلى، ممكن طبعا تستخدمي كاكاو خام او ممكن تستخدمي الكريم شانتيه، بس مش شرط يعني. وعندي هنا كيس من الكريم شانتيه، طبعا ده كله فيه سكر فانا مش هحط سكر خالص. دوبتهم مع 1 كوباية من الحليب، وممكن طبعا تستبدلي الحليب بكوباية ميه. قلبتهم كده، كان عندي كمان شوكليت شيبس وحطيتها في طبقة الكريم شانتيه، وابتديت حطيت كمان طبقة الكريم شانتيه بالمنظر. انا بأسف جدا لان كانت الكاميرا فصلت معايا. كل اللي انا حطيته، حطيت طبقة الكريم شانتيه، وبعد كده حطيت الكيس الكراميل اللي بيبقى مع علبة الكريم كراميل، حطيته كده من فوق، وحطيت فاكرين البسكوتين اللي احنا كنا سايبينهم، حطيتها كده من فوق الكوباية. حلوة جدا، حلا بارد في منتهى الجمال، طعمه فظيع.